السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في برنامج قضايا وحلولها. موضوع هذه الحلقة هو مناقشة التوقعات ما قد ستأتي به مضامين الخطاب الملكي لصاحب الجلالة محمد السادس بمناسبة ذكرى 64 لثورة الملك والشعب تزامنا مع عيد شباب المجيد. معنا السيد الفاضل خالد بن شعيرة من مدينة الجديدة ومراسل لجريدة بلا قيود الإلكترونية الوطنية المستقلة. وهو مناسب أيضا لجريدة لقناة عرب نيوز تي في بولاية كاليفورنيا مدينة ساكرامنتو الأمريكية. السلام عليكم أخ خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعطيك بعض الأسئلة بمناسبة هذه الذكرى لثورة الملك والشعب وكذلك بمناسبة عيد الشباب المجيد. نعم سيدي تفضل. أول سؤال، ما مدى قيمة وزن هذه المناسبة أي مناسبة ثورة الملك والشعب عند المواطن المغربي؟ هذه المناسبة التي يحتفل بها الشعب المغربي المقاوم تحديدا لذكرى ثورة الملك والشعب تجسد العمق والتماسك التاريخي القوي الذي كان بين ملوك الدولة العلوية الشريفة والشعب المغربي الأبي. يعني هذه المناسبة هي هذه السنة وحسب عدد من المتتبعين ستشكل يعني واحد ثورة للملك ضد الفساد والمفسدين. شكرا. عندي سؤال ثاني، ما هي توقعات مضمون الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 64 لثورة الملك والشعب المتزامنة مع عيد الشباب المجيد؟ وبعد توقعات يعني عشية تخليد هذه الذكرى المجيدة، يعني هناك عدد من المسؤولين والوزراء يتحسسون بعدد يعني من القطاعات الحكومية، عدد كبير من القطاعات الحكومية فيها بعض الوزراء والمسؤولين يعني يتحسسون ويترقبون، وخاصة أن هناك تقارير يعني قامت بها لجنة تتبع مشاريع برنامج الحسيمة منار المتوسط الذي اشتناه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله سنة 2015، وقد رفعت هذه التقارير إلى صاحب الجلالة ثم سيتخذوا الإجراءات اللازمة ضد كل من يعني قصر في قيامه بواجبه في تنفيذ أو في قيام ببناء هذه المشاريع التي تشنها صاحب الجلالة سنة 2015. شكرا. هل سيحظى الخطاب الملكي بمناسبة هذه الذكرى المجيدة لثورة الملك والشعب باهتمام وطني ودولي؟ وهو بالطبع سيحظى، لأنه كما حظي خطاب العرش الأخير باهتمام وطني ودولي غير مسبوق. يعني الآن تسود حالة من الترقب وسط المسؤولين المغاربة وأيضا المتتبعين للشأن المغربي. يعني هناك المضامين التي سيحملها هذا الخطاب الملكي بمناسبة هذه الذكرى المجيدة، هذه الذكرى التاريخية التي يعني نقول بأنها منقوشة على في ذاكرة المغاربة، يعني ذكرى 64 لثورة الملك والشعب الذي يأتي متسابقا مع عيد شباب المجيد. يعني ستكون فعلا هناك اهتمام كبير بهذا الخطاب، وهناك كثير من المتتبعين يعني الدوليين يراقبون وينتظرون هذا الخطاب الملكي ان شاء الله. اخي سؤال عندي لك سيد خالد، وهو في توقعكم الشخصي ما هي النقاط الرئيسية التي سيأتي بها هذا الخطاب بمناسبة هذه الذكرى المجيدة أي ثورة الملك والشعب ومناسبة عيد الشباب المجيد؟ وحسب تحليلنا المتواضع وتوقعنا يعني المتواضع فإن توقعي الشخصي سيكون خطاب 20 غشت يعني استمرارا لمضامين خطاب 11. ومن المؤكد أن صاحب الجلالة أعلن ثورته على الفساد منذ تولي العرش، وليس منذ خطاب العرش فقط، خطاب ذكرى 18، بل أنه يعني أعلن محاربته الفساد ومنذ توليه واعتلائه عرش أسلمه المنعم.
وانه سيتخذ قرارات حسب توقعي، سيتخذ قرارات صارمه ضد الذين تسببوا في حالات الغليان، خاصه بمنطقه الريف، ما يروج الان بمنطقه الريف الذين كانوا سببا مباشرا في هذا الحراك، وغيرها من المناطق من المملكه لعدم جديتهم في التعامل مع مصر صالح البلاد والعباد، ولا بد ان تكون عبره او يكون عبره لغيرهم، وخاصة من المسؤولين الذين يرغبون تولي مسؤولية ما يعني في المستقبل. شكرا جزيلا السيد فاضل خير مشهيرة، مراسل قناة عرب نيوز تي في بريس من مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، وكذلك مراسل جريدة بلا قيود بمدينة الجديدة المغرب، وشكرا جزيلا كذلك لكل متابعينا على المواقع الاجتماعية اليوتيوب والفيسبوك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وموعدنا في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.